أحسن الله إليكم. معنا اتصال ماجد من الدمام. الأخ ماجد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل اسمعنا عن طريق الهاتف. سحب يا أخي. طيب تفضل بالسؤال. عندي سؤال للشيخ حفظه الله. طيب اسمعك يا شيخ، ما هو؟ شغال في بنشر سيارات كبير، وتجيني سيارات وبنشر، وانت عارف شغل البنشر زيوت و صحيح الملابس حقي، ويجي وقت الصلاة وأصلي في الملابس نفسها اللي أنا شغال فيها، هل يجوز؟ طيب في سؤال آخر؟ الشيخ صالح بارك الله فيكم. ماجد يقول أن يقول أنه يعمل في بنشر وأنه تتسخ ثيابه بالزيوت وما إلى ذلك ويذهب إلى الصلاة، ما حكم ذلك؟ إذا كان يصلي في البنشر فلا بأس بذلك، لأن هذا استطاعته، وإن تجمل للصلاة ولبس الثياب النظيفة فهو أحسن، لكن إذا لم يتيسر هذا فيصلي في ثيابه في محل البنشر مع جماعه من زملائه ولا بأس بذلك. أما إذا كان يذهب إلى المسجد ويؤذي الناس برائحته فإنه يجعل له ثوبا خاصا للصلاة، يخلع ثياب العمل ويلبس هذا الثوب ويذهب إلى المسجد. نعم.